إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلق القرآن فاختلقوا مثله إن كنتم صادقين. إذا عجزتم دل ذاك عنه لم يختلقه، لأن ما هو إلا بشر، فكيف يعجز عما أن يختلق شيئا؟ لو اجتمعتم جميعا ما اختلقتم مثله، لو اجتمع جميعا ما اختلقتم مثله. فذاك رب جل وعلا يقول متحدي هؤلاء فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أنه قد اختلقه. لكن هنا السؤال، هل لأن القرآن لا يمكن أن يؤتى بمثله فالأمر معجز يعجزون عن ذلك، أو أن الله جل وعلا يصرفهم عن ذلك؟ يعني لو استطاع أحد، لو أراد أحد أن يأتي مثله أتى بمثله، لكن كلما حاول ربنا جل وعلا يصرفه عن ذلك. الأول جواب ولا الثاني؟ الأول. لا لأن الله جل وعلا يصرفهم، كلا، بل لأنهم لا يمكنهم أن يأتوا بمثله. فذلك جل وعلا الله جل وعلا يقول في كتابه قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ما قال لأنه يصرفهم، بل قال لهم لا يستطيع أن يأتوا بمثله. وهذا أيضا يدل على فضل الله علينا، أن الله عز وجل أنزل قرآن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأه ونتلوه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الملائكة هم ملائكة لا يقرأون القرآن وإنما يستمعون إليه، ولكنهم يسبحون الله الليل والنهار، لا يسعمون ولا يفترون، لا يصيبهم سآمة وملل ولا فتور، لكن القرآن لا يقرأونه. يستثنى من ذاك من جبريل عليه السلام الذي نزل به، إن علينا جمعه وقرآنه الذي يقرأه جبريل عليه السلام. فالملائكة يستمعون، وإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله تنادوا هلم إلى ضالتكم، يستمعون ويحضرون. فأنت يا عبد الله قد أكرمك الله بالقرآن إذ أنزله جل وعلا ليتلى وأنت تتلو منه ما تيسر. فالله الله بالقرآن اقرأ ما تيسر، فإنه من أجل القربات التي تقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى.